راح تجي معنا؟ ايه منيح. ردي اذا في شي مهم. لا مو كتير مهم دكتور. ثبتي كل معلوماتك واعطيهم شهاداتك وتفاصيل عنك كمان. ماشي دكتور. مبين هالتليفون ضروري. يلا ردي. برأيك اليوم ليش هيك عجقة كثير بالسوق؟ عجقت كثير عجقة. لك يلا ردي على تليفوني. اختي. لك يلا ردي بقى. قولي لي شو بدك. يلا خلينا نشوف. قلت لك 100 مرة لا تضلي تعيدي نفس الموضوع. لا عاد تتصلي فيني إذا ما في شيء كثير ضروري. خلص لا بقى تدقي لي عم قلك. إيه؟ شو بها هي؟ اجت النوبة. معك حق. بتعرفي انه خطر نلتقي هيك؟ ما بيصير. هاي اخر مره بتطلبي انك تشوفيني. ليش ما عم تفهم؟ الخطر وصل لبيتي. طيب ليه ما بتقول للعالم انه الشي اللي بيناتنا علاقه حلوه ونقيه؟ فهمن انه مو علاقه سيئه. وبعدين زواج؟ كانك عم تتولدني. اسمعيني خليني فهمك شغله كتير مهمه. أنا ما رح أعرض زوجتي ومكانتي وكرامتي للخطر مشانك، فهمتي؟ والخطر ما وصل لبيتك، هو أصلاً موجود بقلب بيتك فاطمة. تعرفي؟ هالعلاقة تحولت لفضيحة بفضل يلي عملته بنت أختك. أنا النائب العام يا فاطمة. هون بكشمير بتوصلني معلومات عن كل صحفي وكل مقالة. وأنا برأيي طلبي منها تغير النهاية، وإلا أنا عم أخبرك أنه عواقب هالشي اللي عملته مو منيحة. يلا مدام. لك مين بيحكي على التليفون كل هالوقت؟ كانت مكالمة مهمة. اوف خلص فهمت. شو؟ طبيب الأطفال. ايه وانتي ليش كنتي عم تتصلي؟ مشان خبرك عن عمايل جنات. خلقت مشاكل كتير كبيرة. شو عملت؟ جنات! وين جنات؟ خالتي؟ شوفي وين جنات؟ شوفي خالتي فهميني انتي شو عملتي؟ انا كتبت الحقيقة. نحن ما رح نبكي بس هو رح يبكي اكيد. جنات إذا بتريد هيك مقالات أنا ما بعطيها أهمية أبداً. بس الصحيفة اللي اسمها ميرزا عملت حملة ضدك. أستاذ إذا بتعطي كمبيوتر لكلب بيقدر يصير صحفي شيء؟ شوفك ترد على الاتهامات هدول.
كذب، خيال مريضة. خالتي بترجاكي ما تتفرجي عليه. كل هاي كذبة وحدة مريضة، يعني قصدي أي حدا هلأ بيقدر يتهم حدا مهم بهالزمان هاد. خالتي بترجاكي اسمعيني شوي. سمعتك كتير حاجة بقى جنات. يفرح أنا فكرت إنه من بين الكل أنت اللي عم تفهميني. تعرفي شغلة جنات، خيانتك جرحتني أكتر من خيانته. خالتي في شغلات بالحياة أهم منها. طيب شو هو الشيء اللي أهم من الوفا؟ تماماً خالتي، لك أحلامنا وسعادتنا وهويتنا كمان، كل هاد ما إله معنى أبداً برأيك، إلا إذا كانت عائلتنا منيحة وبخير. أنا عملت هيك مشان كشمير بالأول ومشاننا نحن كلنا كمان. بترجاكي ما تروحي عدله. أمي لو سمحتي وقفية. بنتي مثل ما أنت اخترتي طريقك، فاطمة بحق لها تختار طريقة كمان. خالتي جنات بكفي بقى، هاد قرارها هي. شو قصدك؟ معقول بدك ياها ترجع له يعني؟ شلون؟ مو انت يلي قلتي انه مو من الغباء ان امن بالمستحيل؟ انا كنت غلطانة. ما فيك تقولي كنت غلطانة بهالبساطة جنات. هي عواقب انك تكوني بعلاقة بسر مع واحد متزوج، واكيد في عواقب لكتابة مقالة مستفزة. كل شيء بالحياة له عواقب، وهي العواقب عم بتأثر على كل العيلة اليوم. اهانة علنية، مسخرة، وكتابات على حيطان بيتها. ما كفاكي كل اللي صار؟ معقول انتي ما عم تفكري فينا ابدا؟ هلا لازم تتحملي نتيجة اللي عملتي، مثل خالتي بالضبط. لازم تتحملوا. خالتي اتصلي فيني لما توصلي. أنا بكرهك. خلاص أمال، ليش هيك عم تعمل؟ خلاص قولي مالك أمال، بنتك رح تدمرنا أمي. خلاص أمال، خلاص إذا ما بدكم تفكروا ببعض كأخوات طيب فكروا بأبوكم على الأقل. خلصنا قومي روحي من هون. أمي خليني بحالي. أمي فهميني، أنا مشكلتي مع هذا الرجال مو مع خالتي. وكيف نسيتي إنه السيد سلمان وخالتك فاطمة رح يكونوا مع بعض بهالمشكلة؟ خالتي بترجاكي ما تروحي. سلام خالتي. كل شي منيح، خدي دواكي. أربع سنين جرح بالجمجمة ناتج عن ضربة بالحجر. بالصور مبين شق عرضي بالجمجمة. قلي أنت شو يعني؟ بيعني إنه في كسر بالعظم، بس العظم ما تحرك أبداً. وشو رح يكون العلاج دكتورة ميرزا؟ المراقبة لأربعة أيام. أربعة؟ عنا تخوت فاضية، أقصى حد 48 ساعة. امشوا. أنت ليش عم تبكي؟ لا تخاف. إيه؟ أنت رح تطيب ورح ترجع على البيت بعد يومين، وأمك رح تجهز لك أكلات طيبين كتير، ورفقاتك رح يجوا يلعبوا معك. دكتورة ميرزا تعي. بوعدك دكتورة ميرزا. ممكن حدا يخبرني شو الخطأ اللي كانت عم تعمله الدكتورة؟ نحن منعالج المرضى مو منصير أصدقائهم. منستعمل عقولنا مو قلوبنا بهالمهنة. نحن مو أصدقاء ولا أولياء أمرهم، نحن أطباء. ماشي؟ إيه فهمت دكتور. كملي. المشكلة إنه نحن متدربين الدكتور ريسفي، عنا بس ربع ساعة استراحة غدا بالنهار كله. معك حق. بتعرف في حكي عن هاد الزلمة؟ أنا سمعتهم عم يقولوا إنه ما كان هيك من قبل، كان كتير حباب ولطيف. وبتعرفوا شو كمان؟ الطلاب كانوا يعتبروه أفضل مدرب إلهم. وشو اللي صار؟ مرته عملت علاقة مع حدا تاني واختفت، وقال تركته هو وبنته. وبتعرفوا قالوا من سنة لهلأ ما حدا شافها؟ اختفت فجأة. في عالم بيقولوا إنه ماتت، بس ما حدا بيعرف الحقيقة. أنت قصدك إنه هو يلي قتله؟ طيب حدا لقى الجثة؟ فكر شوي،
إلا إنه ما في حدا غير الجراح بيقدر يقتل حدا بهالدقة ويقطع الجثة ويخفيها كمان. اسمعوني، انتبهوا بالنوبة هاي الليلة، يعني إذا حدا سمع أي صوت. سيد يوسف، كم صحن رح تكسر لسه؟ إذا ضليت هيك رح صير أخصمهم من راتبك. نداء إلى الدكتور القلبية. فيني ساعدك بشي؟ أنا كنت عم باخد محرمة وأسفة، أنا كتير بعتذر. محرمة؟ إيه يسلم. صحة. شكرا. تقارير. هاد كتاب حلو لازم تقري، عن الممارسات الغير أخلاقية بمهنة الطب. عندك مثلا كيف الأطباء الجداد يعملوا صداقات مع المرضى تبعهم وبيرتكبوا غلط كبير، وفي ناس بيموتوا لأسباب طبيعية ولا أسباب خارجية؟ غلط الدكتور مو غلط طبيعي دكتورة ميرزا، هاد ممارسة خاطئة للمهنة. أنت قصدك ممكن المريض يموت؟ فهمتي شو قصدي من هالحديث دكتورة ميرزا؟ ايه أكيد. أنت عن جد فهمتي دكتورة ميرزا؟ ايه طبعاً فهمت عليك دكتور. منيح. بدك تستعيري هالكتاب؟ ايه ليش لا؟ شكرا. جنات حبيبتي تعالي كلي. ماني جوعانة. يعني بدك تضلي قاعدة هيك؟ خلص اللي صار صار، ما رح يتغير شي بنتي. ليكي وشك كيف صار، بدك تضلي زعلانة؟ انتو امتى بدكن تفهموا ان الشغل ما بيغير شي؟ خلص انسي وقومي اعملي الشغلة مفيدة. شاغو أمل موجودة؟ شو بدك فيها؟ أنا بكون رفيقة مانا موجودة. فيكي تعطيها هدول؟ شو هاد؟ هي طلبت جبلة ياهم، أعطيها ياهم بإيدها. شو هاد يا أمل الغبية؟ أمل؟ نعم أمي. شو هدول؟ ولا شي ماما. لا تفكري تلمسيهم حتى. شو هدول؟ كرمال قنوات معينة ولا كرمال عرض أزياء؟ على أي قناة بينعرض؟ جاب لك يا هون وقال لي وصلهم. مين؟ يمكن صديقك، بس كتير مهذب.
جاوبيني شو هدول أمل؟ ولا شي أمي، بس رفيقي صورني كم صورة. وليش؟ كنا عم نحاول نعمل شي مبدع وحلو بهذا المكياج؟ وبهي الصور؟ أمي عادي بنتك حابة إنه تصير نجمة، بس ما منعرف بأي أفلام رح تصير. شو غيرانة مني يعني؟ عمرك لسه 17 سنة وعندك امتحانات بتبلش بكرة، وأبوك بيعالج الناس بمكان بارد وصحراء لا يعيشنا، بمكان فيه حظر تجول دائما وفي أطفال عم يختفوا. أبوك معرض حاله للخطر مشاننا، وانت عم تعملي وتتصرفي هيك وما عم تفكري بأبوك وفينا أبدا يا بنتي. لك شوفي، شايفة منظرك؟ قليلي شو بيعمل أبوك إذا شاف هدول الصور؟ لا ماما لا. من اليوم لازم تعرفي انك رح تروحي على المدرسة بس مشان تقدمي امتحان وترجعي، وبتخلصي وبترجعي فورا على البيت مشان تبلشي دراسة للامتحان اللي بعده. ومن هلأ ما عاد في رفقات وطلعات واحاديث بلا طعمة. بس امي خلصي. اسمعي انتي، بدي منك تقومي تحرقي كل هدول الصور فورا، ولا صورة من هدول لازم تبقى بهذا البيت. عم تفهموا علي؟ حاضر امي. يلا روحي على دراستك يا أختي المثيرة. قلولي مو طالعة حلوة كتير؟ لا. ميرزا، شو من شان الرومانسية؟ أنت بتحبي كشمير مو هيك؟ في رجال بيحبك بنفس الطريقة. دكتور الطفل عم يختنق. دكتورة طبقي العملية فوراً. هذا اللي بده يصير معك لما تحب مرأة قوية ومستقلة مثل هاي البنت. إذا ما بدك يا يفصلك من الشغل اسكتي. الكل نسي وعيد ميلادي. بس أنا تذكرتك، كتبت لك غنية كمان. إذا ما فيك تصيري دكتورة فيك تصيري ساحرة، دائماً بتضيعي لي وقتي. أنتوا رح تعزفوا بحفلة اليوم. شو؟